مع ان الميلاد موجود في كل الكتب، كل الكتاب المقدس معانا طبعا، العهد القديم وكمان العهد الجديد طبعا اكيد، لكن ابتدت النبوات صريحه عن الميلاد في سفر اشعياء. بنجد قبل كده في تصريحات بس يعني صعب علينا نوضحها، عشان كده دايما في الميلاد بنقرا اشعياء اصحاح 7 واشعياء اصحاح 9 وما بينهما وما بعدهما كمان. دي من الاعداد، اعداد الشعب للمسيح. فالنهارده هناخد حته في هذا الاعداد، احنا بادين فيها يمكن حوالي يومين ثلاثه عشان كل يوم بنكمل اليوم اللي قبله. فانطلع مع بعض اشعياء أخذنا إشعياء 7 اللي هي مقابلة إشعياء نفسه مع الملك أحاز الملك الشرير. إشعياء 9 بيعلن الميلاد. من عدد 6 وإلى عدد 8، 6 و7 بس هنقراهم. لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها، قديرا، أبا، أبديا، رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. العهد القديم كان عنده مشكلة احنا مش عندنا فما نشعرش بيها، عنده مشكلة التنافس على الآلهة. فكل بلد مش ليها إله واحد، ليها 30 50 70 آلهة، آلهة كتيرة جدا، وبيعملوا هذه الأصنام إما من خشب أو من الحجر. واللي بيعملوا الأصنام دي كتير جدا لأن حاجة بيحتاجوا لها وكل شوية يزودوها. والحقيقة بتاعة الميلاد هي حقيقة الإعلان اللي قاله ربنا لإسرائيل: الرب إلهك إله واحد، بعكس كل العالم. فوجود إسرائيل في وسط الزحمة الكبيرة دي، الآلهة الكتيرة دي، للأسف إسرائيل خضع للشيطان. ففي أغلب أوقات إسرائيل كان عندهم آلهة. ودي حاجة بالنسبة لنا احنا بتجنننا، يعني إيه؟ يعني مثلا في الناس الحلوين من إسرائيل، الناس المشهورين، نلاقي رحيل مرات يعقوب في رحيل ولايقة. كان يعقوب بيحب رحيل وكان شليم قوي في لايقة، فمراته المحبوبة واخدة معاها أوسان وهي طالعة عن بيت أبوها، واخدها ليه؟ ليه؟ صعب الواحد يمشي بغير أوسان كده، حاجة يحس فيها دي يعني ايه، يعني just in case مثلا، او لألا تحصل حاجة الوسم ده يساعده. يعني مش واحدة هايفة رحيل مذكورة في الكتاب المقدس بعد ما ماتت، مش بس سيرتها،
رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى في قصة الميلاد، مش واحدة هايفة رحيل دي، وأكتر من كده داود لما اتجوز بنت شاول، كانت بنت شاول هي مرات داود، مسز داود، عندها أوسام في البيت الترافيم، فلما تهرب جوزها داود ده اللي المسيح ابنه ابن داود، وصلنا مبارك الآتي باسم الرب بالنسبة للمسيح لما جاي، لكن وقتها ابن داود وصلنا لابن داود في مثلا في دخول المسيح إلى أورشليم، فده داود نفسه، مراته هو ما كانش ما عنده الحكاية دي، لكن مراته أو مش مذكور عنده، ما افتكرش عنده برضه، لكن لأن طبعا داود مؤمن قوي، تانية ولا حاجة، وجوزها بس عشان الملك عمل مكافأة، فجواز سياسي كده يعني. كان في بيتها طرفين، وبنجد يعني هذا الأمر في كل تاريخ إسرائيل، العبادة الإلهية مختلطة بالأصنام، فكان المقصود أنه لما إسرائيل، لأن الشريعة معطاة لموسى، موسى ده زمان قوي قبل داود بكثير، لكن ما حدش بيطاعها، أيوة أنا أعبد الله بس برضو حاجة ثانية كده، ما يعني الله وحده أبقى عريان كده، لا لازم حاجة تسندني يعني، مش فاهم إيه غير حاجة في طال عجب يعني، فكان دائم موضوع الأصنام، فكان المطلوب يهيئ للرب شعبا مستعدا إنه ما يكونش فيه صنم في إسرائيل، وده كان صعب جدا، ولم يحدث إلا لما كسر رب إسرائيل وشالها من الوجود، بقى مفيش إسرائيل، وبقى اللي ساكن إسرائيل الحيوانات المتوحشة، فش ولا بني آدم. في أبناء شيء من التأديب يعدلهم لو كانوا وحشين، طبعا في أبناء حلوين نشكر ربنا لأجلهم زيكم كده، لكن في العهد القديم وفي العهد الجديد برضه يعني كلنا بنحتاج لتأديب، وإن ما كناش نتأدب من أبائنا نبقى مش ولاده، مش ولاد الآب يعني، وهكذا فكر الله إن إحنا لو مش مؤدبين يبقى مش ولاد ربنا، يبقى نغول يعني ولاد شيطان يعني. ففي أولاد بحساسية كده روحية يتأدبوا بسرعة جدا، وللأسف في كمان بيتأدبوا مدة طويلة قوي، وبني إسرائيل من النوع التاني، وقعد الرب يأدب فيهم من موسى لغاية يوحنا المعمدان، آخر واحد يعني استخدم إنه يأدب الشعب يوحنا المعمدان، أولهم موسى، ماتوا كتير جدا في هذا التأديب. فهناخد إحنا في هذه الفترة كده، جايز النهاردة نخلصها، جايز النهاردة بكرة، إحنا ماشيين لغاية إن شاء الله 7 يناير ندخل في البرنامج بتاعنا المعتاد يعني. إشعياء إصحاح 9، نرى الجزء عن المسيح اللي في الأول، وبعدين هندخل برضو بعديها بشوية. ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي، يكرم الأخير، ويكرم الأخير يعني الزمان بيكرم، يعني جه وقت الإكرام، ده بالضبط اللي احنا قلناه دلوقتي، ان وقت الخسارة، وقت الهزيمة، وقت الضرب، وقت التأديب، مفيش كرامة خالص، لكن وقت الإكرام ده هو اللي بيهيئ للرب شعبا مستعد. يكرم الأخير، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردني جليل الأمم. بعد كده الشعب السالك في الظلمة اللي هو الشعب اليهودي، ما في غيره، ما حدش كان يتكلم عنه حاجة، كله أصنام في أصنام، لكن الشعب السالك في الظلمة
أبصر نور عظيم اللي هو نور المسيح، اللي هو النور اللي ظهر بعضه في الناموس في أرض سيناء، لكن هو النور اللي اكتمل بميلاد شخص الرب يسوع المسيح. الجالسون في أرض ظلال الموت، ده كان آخر حاجة خدناها امبارح، أشرق عليهم نور. أكثرت الأمة، عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة. الفرق كبير جدا بين الأولانيين في سلوكهم وبين المتنورين في سلوكهم، فرق كبير جدا بين هذا وذاك. وهذا الفارق الكبير لا يمكن أن يحدث لإنسان بيتعبد لربنا والوثن، مش مستحيل. هي إزاي؟ الرب قال لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، كان بيتكلم عن المال، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يسير وراء الواحد ورأي يعني ده قلبه مع حد بس والتاني مش قلبه معاه، ولا تقدرون أن تخدموا الله والمال. هنا الموضوع أكبر بكثير من خدمة الله والمال، ده هنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن خدمة الله والشيطان. تنفع إزاي؟ تنفعش خالص. فلابد أن العبادة الشيطانية اللي أقل حاجة فيها الوثنية، لأن القلب بعيد عن الرب خالص، أن هذا يصلح قبل أن النور يشرق في الظلمة للجالسين في الظلمة وظلال الموت. أكثرت الأمة، عظمت لها الفرح، ده النتيجة. النتيجة أن ما بنعبدش إلا ربنا، شوفوا اللي يحصل للإنسان إيه، حاجة ثاني خالص. وأي حد، شخص واحد بس يتقدس ويطيع الله، اللي يحصل له من نعم وبركات من قبل الرب. وفي سفر يشوع، ده بعد موسى على طول، يشوع ده مكتوب تقدسوا، حد فاكر كمالتها ايه؟ أصنع غدا في وسطكم عجائب. مجرد التقدس، يتقدس إنسان لا يمكن يتخيل العجائب اللي في وسطه وفي وسط عيلته وفي وسط الكنيسة اللي بتعبد فيها، لأنه في تقديس. تقدسوا، أسمع، أصنع غدا في وسطكم عجائب. فهنا ده اللي بيقول أكثرت الأمة، عجائب، عظمت لها الفرح. إمتى حصل مجتمع من المجتمعات عاش حياة الكنيسة الأولى اللي هي وصلت لدرجة بيع الممتلكات ويقسموها على بعض؟ طبعا بولس يعني بعد ما أعلن الإعلان بتاع عظمت لها الفرح، عظمت الأمة، يعني ابتدى يعني علمنا أنه بدل ما نبيع الأموال، ما احنا بنخسرها، لا، نخلي اللي عنده بيت يخليه واللي عنده عشان يستثمرها عشان تبقى بعد كده. لكن الفرحة الأولانية كان يبيع، مهموش خالص، ويضع ويفزع الفقراء، وكان لم يكن أحد فيهم محتاجا. لكن بالروح القدس بولس الرسول يعني ظبط الحكاية وقال يعني مثلا مش كل الأرامل اللي نوزع عليهم، لكن الأرامل ليهم ولاد، ولادهم يدوهم مؤونة ليهم عشان الكنيسة تدي اللي هم ما لهمش ولاد، يعني نظم الحكاية شوية. لكن في الأول الفرحة كانت عامة ورهيبة جدا بشكل عجيب قوي. أكثرت الأمة، عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، يعني فرحهم في الحصاد قدامك كده. وده اللي احنا بنشوفه لما واحد فينا ربنا يكرمه ويلاقي ثمر روحي في حياته، فلان آمن، فلان اتجددت، ايه ده، ايه ده، ازاي، عجيب قوي، ايه اللي بيجرى ده، بيحصل. يفرحون امامك كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمته،
يعني الواحد عايش طول عمره يقسم في غنيمة. ايه الغنيمة دي؟ النفوس بتيجي لربنا، والبناء الروحي للنفوس، والإنسان اللي بيتغير في لحظة وتنه يتغير مش ينجع تاني. يعني دي أمور يعني الحقيقة ما أعرفش بولس كان بيستحملها إزاي، عايش شكره على طول على ربنا بيعمله معاه. ده مش 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 أفراد، ده أمم زارها وبنيت فيها كنائس بسبب خدمة بولس الرسول. وبعدين يفكرنا أو يفكرهم هنا في إشعياء 9 إزاي كانت حياتهم قبل الميلاد، عشان يعرفوا الفرق. الفرق لا يوصف. فبيفكرهم لما كان كل واحد منهم ماشي ورا الآلهة والأصنام بتاعته. الأصنام دي مؤسسها الشيطان طبعا، لأنه لا يريد أن شخص يخلص بالخلاص والتوبة والرجوع للرب، مش عايز كده. فبيلهي مش العبادة الباطلة، بالتسليات الواطية، بالذات المتكبرة، اللهو كله بتاع زبالة العالم ده. فبيتكلم عن عمل الشيطان في عدد 4 ويقول لأن نير ثقله. إيه نير ثقله؟ لاحظوا أن الآية بتقول نير ثقله مش ثقل نيره. هي الأسهل تبقى ثقل نيره، يعني النير بتاعه تقيل. لا، ده هو عنده هم كتير والنير بيزوده له. ايه الهم ده؟ انا مش تايب، مش راجع لربنا. نير ثقله، في ثقل على دماغه وده عامل له خنقه، ده نير ثقله، انه ما بيتبعش الرب. ونشوف اي انسان في ال يعني بيجي لنا هنا في الكنيسه هوملس كتير، لان احنا جنب الـ يعني كاليفورنيا مليانه هوملس. وده في حتت في حديقه عاملينها كلها هوملس بيت فيه بالليل، وما بيحبوش يروحوا اللي هم البيوت بتاعتهم، يعني بيفضلوا كده. ده اسمه فشلان وميت مش عارف يعمل ايه. فلا عنده سكن ولا عنده إراد ولا عنده حاجة. طبعا انتوا بتشوفوهم يعني بيجيب له حاجة من يحط فيها العفش بتاعه من اي واحد محلات الكبيرة دي، وتاني يحط فيها عفش بس، ويروح ينام يصحى الصبح ما عارف يشتغل ولا يشتغلش. لكن عيشة يعني قاسية جدا. ده نيرة ثقله لأنه لم يعرف الرب. نيرة ثقله وعصى كتفه، دي العصاية اللي على كتفه. إيه العصاية اللي على كتفه دي؟ يعني لما سمعت الصوت حبهدلك حموتك، أنا حاضر حاضر حاضر. في اتنين جم هنا قابلوا معاه، واحد منهم من الاسبوع ده الاسود اللي كان معانا مش يوم الاحد، واحد تاني قابله برضه، باعوا نفسهم للشذوذ الجنسي فبيحتقروا انفسهم حتى، وجايين عشان يخلصوا من كده، عشان بعد يقول لهم ايه بس. ربنا يباركك وان شاء الله يساعدك ويقويك في رجاء طبعا. لكن ايه اللي وصله لكده؟ ايه اللي وصله لكده؟ دي اللي هو عصا كتفي. اضرب اضرب، مالكش خير الا كده، نقطه جديده نطلعها لنا اوباما، اعمل كده اعمل كده. ويعني اثنين ما اعرفش مين تاني اللي جم الكنيسه هنا. وعصا كتفي وقضيب مسخره، ده قضيب، قضيب غالبا يكون من الحديد، العصا بالخشب. قضيب مسخره اللي هو السخره، يلا اجري 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 اعمل شر. كسرتهن، إذا كسر كل ده معقولة؟ كل ده كسر، أكسر كسر إزاي؟ كسرتهن، ده بيقول للرب أنت كسرتهم يعني. كما في يوم مديان. يوم مديان ده إيه بقى حكايته؟
يوم مديان ده هو الحرب اللي كانت أيام قاضي إسرائيل اسمه جدعون افتكر. وبعدين كان جيش إسرائيل مفيش جيش خالص، لأن مديان خد اللي بيعملوا الحديد واللي بيصلحوا الحديد واللي بتاع، فما فيش واحد حداد يعمل سكينة حتى، والعدد قل جدا. وحتى نفس جدعون لما نقرأ كلامه في الأول كان بيخبط حنطة في المعصرة، المعصرة دي اللي بيحصروا فيها العنب دي بتاع كده صغيرة، فكان ينزل جواها خبط الحنطة ده في البايدر، يخبط في مساحة كبيرة، كان بيخبط الحنطة دي في البايدر يعني بيطلع له شوية قد كده في آخر اليوم يكفيه هو وأبوه وأمه وأخواته. ليه؟ لأن لو عمل فوق كده ياخدوها منه المديانيين كما في يوم مديان. ففجأة ربنا قرر يخلصه. فالمهم القصة مش قصيرة يعني، قال له الأول اهدم مذبح البعل، أهله قالوا اوعى 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 تهدم هيموتونا هيموتونا، الفشل اللي كانوا فيه، لكن ربنا أواه هدم مذبح البعل وقامت الحرب. فدلوقتي ربنا بينظم الجيش بتاعه، اللي هو مين رئيس الجيش، مين قاضي، مين الكبير أوي في الجيش، اللي هم جدعون. فنادى للناس، جم ناس كتير أوي، افتكر 36,000 ولا مش عارف عدد كبير أوي. فقال له لا ده كتير عليا، ده مين بيقوله كده؟ ده ربنا بيقول لجدعون انا عايز اديهم 100 ضعف. قال طيب اعمل ايه؟ جدعون كان طائع جدا، وكان قصد الرب من القصه دي ان اللي عايز يخلص من اي حاجه في حياته غلط يتبع الرب بالظبط بالحرف. عشان كما في يوم مديان، اعمل زي يوم مديان. فقالوا 10,000 في الاخر. طبعا هو قلب جدعون يعني ما عرفش حصل له الا لو كان مؤمن قوي جايز مصدق. فقال لا ده كتير عليا، 10,000 كتير، دوكم كانوا 3 مليون. وافتكر وكان عنده حاجه و30,000، يعني هم 10 مرات الجيش بتاع جدعون. كتير عليا انا، بعدين تقول ان شعب اسرائيل خلصتني ايدي، انا شعب معاند وصلب الرقبه وما يتاكدش ان انا اللي خلصته وانا عايز اخلصه. فنزل بيهم المايه، نزل بيهم المايه، طلع بدل مع 10,000 طلع 300. ايه ده؟ و9,700 قال لهم روحوا. قال له خلي الناس تشرب ميه، فاللي شرب وركع ده اللي اتمشى بره، اللي شرب كده يعني ايه الميه ما بتغرهوش، راحت العالم ده مش اسلوبه، بياخدها على الماشي كده. فطلعوا 300 دول. فبعدين استنى يعمل لهم ايه 300 دي؟ انا لو من جدعون اقول اكيد هيجيب لنا يعني قنبله من اللي اخترعوها زمان في امريكا او بعد الاف السنين في امريكا. لا مش عايز قنبله. طب هتعوز ايه؟ طب سيوف، سيوف مشهوره قوي زمان، كانت هي اللي بيقطعوا بيها رقاب الناس. لا مش عايز سيوف. امال احارب ازاي؟ احارب ازاي؟ قال له هات 300 جره فاضيه. ايه يا اخويا يا عم، احنا بنحارب ولا احنا هنطبل؟ ايه الجره دي؟ وهات نور جوه الجرار. وطبعا نور جوه الجرار دي مش سهله، لانه هو ممكن نور يطفي بدل ايده ما هيسد الجره او الجره، لكن كانت الايد واسعه فما اطفاش النور. وروح واصرخ بس، اصرخ بس، سيف للرب ولا جدعون. جدعون عملها، صيح طلب علامات وبتاع، لكن اتشجع فيها ونفذها فعلا، وراح يحارب 3 مليون عسكري وضابط في الجيش بجره فاضيه ونور جوه الجره. حاجه مذهله، لكن كان مطاوع. ليه؟ لأن الموضوع فوق تفكيره خالص، مفيش أي إمكانية لهزيمة الشعب ده. ومتهزم إزاي الشعب؟ أول ما صرخ كده وكسروا الجدار وظهر النور، دوكهم ارتعبوا رعب رهيب جدا، قتلوا بعض. 3 مليون
جندي ماتوا لأنهم قتلوا بعض. هنا يقصد إيه الرب الحكاية دي؟ كما في يوم ديام، يعني الرب عايز يعلمنا الطاعة الكاملة لشخصه مهما بدا الأمر غريبا. الكتاب المقدس مليان عجائب ما تدخلش المخ، لكن هي الطريق الوحيد للخلاص. لذلك شعب إسرائيل باللي هو عايش فيه ده في الأوثان ما ينفعش خالص، وهيجيله المسيح إزاي ويخلصهم؟ أيوة هيخلصهم على الصليب، مين هيصدق؟ لأن الشعب واخد على الأوثان. فلذلك أخذ موضوع تطهير شعب إسرائيل وتطهير أرض أورشليم وأورشليم العاصمة واليهودية كل ده من الأوثان خد مئات السنين. وكان الأمر عبارة عن ضربات، وبعدين يهدي شوية ويضرب ويهدي شوية ويضرب ويهدي شوية، لغاية لما الشعب حصل له شيء من الاقتناع، مش كل الاقتناع، حتى شيء من الاقتناع انه الاستماع للرب احسن من العصيان، بعد اختبارات كثيرة جدا. الاختبارات دي كان جاب لهم المملكة الأشورية شالت المملكة الشمالية اللي هي مش بتاع داود، داود دي في الجنوب، والمملكة الشمالية دي اللي هي اللي خدها أول واحد خدها أربعة من النباط، وما بعد ذلك شالها خالص بالإمبراطورية الأشورية. وقتها جي ملوك حلوين قوي، أحسنهم يوشيا. الحقيقة يوشيا راح دعا المملكة الشمالية، ما فيهاش ملك دلوقتي خالص، بتحكمها الأشوريين من بعيد يعني، فجابها وعمل فصحى في الهيكل، ابتدى في شيء من النشاط، يعني ربنا كل شوية يتنفس يا ده في حاجة حلوة، في حاجة حلوة، في حاجة حلوة في إسرائيل، بيتعبدولي. ويوشيا نظف الهيكل وزينه جدا، وكان متضع بشكل رهيب جدا. بعد كده الرب قال ايه؟ لا ده لسه بعد يوشيا، عيال يوشيا بقى كانوا انجس عيال في العالم اربعة ورا بعض، ومنهم حفيد كمان، واحد عينه الراجل بتاع مصر، وبعدين اتغير فجي واحد تاني، وبعدين التاني ده افتكر هو يهوياقيم حسب تخيلي، وده ولد يبقى بقى يهوياقين، وبعدين جه بقى ملك بابل وكسر المملكة الجنوبية اللي هي أورشليم، فيها أورشليم وكله، كل ده كسره خالص، كسره خالص. ودي كانت نبوات إرميا طول عهد إرميا ما بيتنبأ، هتتكسروا هتتكسروا هتتكسروا. الشيطان قال لهم لا ده انتوا عندكم هيكل الرب، شوفوا الشيطان بيعمل ايه، بيعمل دعاية لهيكل الرب، ازاي عندكم هيكل الرب تكسروا؟ صدقوا شيطان. ويربي يقولوا هتتكسروا، ربنا هيحرق الهيكل ده، هيكسروا، انت إيه مجنون تكلم عن الهيكل كلام وحش، وقعدوا يبهدلوا في ارميه لغايه لما فعلا اتكسروا، وتكسر الهيكل واتحرق الهيكل واتحرق كل بيت لي كيان في الامه الاسرائيليه، وسبي الشعب، وصارت مملكة يهوذا وأورشليم طبعا بالإضافة برضو للمملكة الشمالية اللي هم كسروها الأشوريين، صار كل هذه الأرض الوعد أنها تكون مملكة مقدسة للرب، اللي كانت في يوم من الأيام بتتعبد لله في الهيكل، كلها كان ما فيهاش ساكن فيها إلا الوحوش البرية بس، ما فيش ولا نعجة فيها ولا بقرة فيها خالص، فيها الثعالب، فيها الوحوش البرية، ولا تزرع، لا وجود. نلاحظ في الوقت ده إن ربنا عمل شيء مش بس شيء، يعني معجزات رهيبة جدا.
وكل ده عشان الشعب يتطهر ويبطل الأوثان، وفعلا بطل الأوثان. المعجزات دي نقدر نفتكرها احنا، فمثلا معجزة الحلم اللي حلم نبوخذ نصر ودانيال فسره له، فصار دانيال هو نائب الإمبراطور. ايه ده، واحد يهودي نائب الإمبراطور، وكلم دانيال الإمبراطور فخلى شدرخ وميشك عبد نغو يبقوا زي، اصل هو كان حاكم على العالم كله، فكانت وظيفة كده مش يعني زي ايه، زي العالم كله هو أمريكا، والولايات هي أمم وبلاد وأمم، فكل بلد حاطط فيها والي، كان دول ولاة. ايه ده، لأنه ملك مذهول من تفسير دانيال الحلم ده. فابتدت الأمة الإسرائيلية تظهر إن ليها كيان وقت دانيال وشدرخ وميشخ وعبد النغو. وبعدين ربنا أكد الموضوع ده، أكيد أنتوا حافظين يعني، والملك اتنفخ ويعبروا التمثال، كان في الثلاث فتية هناك، كان دانيال في باب الملك ما راحش يعبد، كان هم في دورة حتة راحوا حتة يعني حلوة قوي كبيرة عشان يعمل تمثال عالي قوي والناس تسجد التمثال بتاعه ده، فالفتية الثلاثة ما رضوش يسجدوا. الملك يستعجب، هو انا عملت لكم شر ايه؟ ده انا خدتكم من القصر للملك، انتوا نائب الملك في الامبراطوريه دي، تعرضوا معايا ليه؟ مفيش فايده. ليه؟ لان كان لازم الملك يعرف انه ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. حملهم النار، النار كلت جيشه اللي بيرموهم، هم ما اتاكلوش، كان المسيح معاهم. ايه ده، ايه ده، كان عهد مليان معجزات رهيبه جدا، والحلم اللي شافه نبوخذ نصر وكان ضده، ربنا بيقول له هتبقى حيوان، فسره له دانيال وبقى حيوان، ورجع الملك. ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، إيه ده؟ كل ده كل الملوك سمع عنه، كل العالم سمع عنه، لان ده امبراطور العالم نبوخذ نصر. فهنا اتخلع من قلب اليهود، طبعا مش من قلب دانيال وشادرخ وميشاخ وابدناغو، من قلب الشعب اليهودي المأسور، اتخلع من قلبه حكاية الأوثان دي، شعر انها تافهة قوي بقى. فلما رجع الشعب ايام كورش ملك فارس امر بإعادة بناء الهيكل وبإعادة الشعب وإعادة الكيان اليهودي، كانوا خلاص الأوثان دي كرهوها، شعروا ان هذه اللي جابت لهم داهيه ولا قيمه لها. وقتها خلصت الارض من الاوثان، وقتها ابتدت الاعلانات عن المسيح تزداد. الكلام ده بينه وبين المسيح يعني في اخر العهد ده، اللي هو كان لسه الهيكل بيتبني، لان اخر سفرين في العهد القديم اللي هم زكريا وحجاي وزكريا وملاخي، اخر ثلاث اصفار، افتكر في سفر قبلهم برضو، دول كان اخر اصفار دي، دول قبل المسيح، ولاده المسيح ب 400 سنه. فال 400 سنه دي ما كانش فيها وحي خالص، لكن كانوا الناس اليهود بيكتبوا عن المسيح كلام غلط مش فاهمين طبعا، دي مش موجوده في الكتاب المقدس لكن في معروفه يعني، ناس اسمهم المكابيين ملوا الدنيا كتابة عن المسيح، حسوا قرب خالص اهو بعد كل الجولة العالمية اللي فيها مئات سنين دي، وابتدوا يكتبوا كتب كتير جدا، وللأسف كانت مبالغ فيها قوي، بس كان بيسدوها الشعب لأنها كتب تشعر بها بسلطان المسيح بس بخرافة مش بحق. فمن ضمن الحاجات المشهورة في كتبهم دي، طبعا بيخترعوا من مخهم يعني، يقول ده لما هيجي المسيح بقى شوف هيحصل ايه يا اولاد، هيحصل ان يوم يكون حر قوي، ونلاقي الحر قوي ده
راح مخلي القمح دقيق، وبعدين الدقيق يطبخ، وبعدين نلاقي العيش. بس كده احنا ما لناش حاجه خالص، كله عملوا الجو. فعشان كده كان المستنين المسيح مستنين حاجه زي دي، مش كده؟ ما عرفوهوش لما يقولوا جاي متضع ومنكسر وحاله عامل زي الخدام كده بيخدم ده وده وده. صحيح معجزات عجيبه، لكن كان موضوع الاوثان اتشال من الارض. آخر واحد بقى جه بعد المكابيين، ده في عصر المسيح، بعد المكابيين لغى كل الكلام الفاتي ده، فارغ ده بتاع المكابيين، وجاب حاجة منه. وكان كل تبشيره إنه يأتي بعدي من هو كان قبلي الذي لست مستحقا أن أحل سيور حذائه. وكان تعليمه كله صحيح. طبعا يوحنا عندنا مرسل من الله ومتنبع عنه في العهد القديم اللي هو إيليا، يروح إيليا بقوته. وكان محبوب جدا من الشعب، لدرجة أن لغاية دلوقتي في ناس من أتباعه ما راحوش للمسيح، قاعدين أتباع يوحنا المعمدان موجودين في كذا حتة في العالم، يعني من كتر ما انبهار بتعليم يوحنا المعمدان. الموضوع بالنسبة لنا احنا خدناه كصفة عامة النهاردة، وبعدين هناخد الكلام ده في الأسفار بقى في لغاية ما يجي 7 يناير. الموضوع انه نقدر ناخد عنوان لحياتنا اللي هو قاله يشوع للشعب، والرب قاله ليشوع للشعب: تقدسوا، أصنع غدا في وسطكم عجائب. اللي عايش وهو لا يتقي الله بالحقيقة لكن عايش اسم بين الناس كده، أنت مرنم مشهور، ده أنت واعظ مشهور، ده أنت كذا مشهور، كل ده ما كل ده مش ما بي ما بي لا يظهر مجد الله في الإنسان. لكن أنت تقي خائف الله، ده مهم جدا، اللي هو زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو كثير الثمن. أما زينة أنا عملت وبنيت سيب الكلام ده كله. التقوى نافعة لكل شيء، للحياة الحاضرة والحياة الماضية والحياة المستقبلة. سيرة التقوى هي السيرة التي يريدها الرب لكي نسير فيها. والآن نأتي مثلا إلى بعض الأسئلة كده ونحاول نجاوبها. هل إذا تيقنت أن الرب دعاني إلى عمل ما، هل أتردد وأنا متيقن؟ يعني مثلا ظهر لي وكلمني، أو بتيقن في قراءة الكتاب قال لي على إيه قال لي، يعني تيقن كتابي، ولا أجل ولا أستنى ولا أحاول أتخلص الموضوع؟ الإجابة الحقيقية هي حينما أتيقن أن الرب يريد من عمل ما أن بنعمة الله أفعله، وأنا منتبه لعلي أغلط برضه، لو غلطت أرجع تاني بنعمة الله منتبه وأتمم هذا العمل. من الحاجات اللي جرت في حياتي حكاية طريفة جدا، كنت اتخرجت من الجامعة يعني 62 63 64 حاجة زي كده، يعني أنا اتخرجت 62. كنت ساكن في أوضة كده، رادي مش كبير وكفاية على الأوضة دي، أوضة بحمام يعني أشياء صغيرة، أوضة وحمام وحتة زي الطبخ كده. فمرة وأنا قاعد هناك فلقيت واحد صديق جدا في قصر الدبار يعني، فجاي يزورني، ويعني أنا كنت متوقع يزورني، وبعدين يعني أنا مش فاهم الزيارة ليه، يعني هو جه بس بيتكلم بس. وبعدين هو أمين قوي، هو لسه عايش لغاية دلوقتي، الكلام ده من حاجة في 60 نهار. فوقتها يعني قال لي إيه، قال عايز أعترف بحاجة. أعترف؟ أنا مش ربنا كده عايز تكلمني، قول لي أنا أتشرف يعني. قال أنت عارف أنا جيت لك ليه؟ قلت له ما أعرفش. أتشرف بيك بس أنت جيت لي ما أعرفش.
خلاص انا كنت مدعو حلقه صلاه وكانت نفسي مسدوده عن الصلاه، فقلت اعالج نفسي ازاي؟ بدل ما اصلي في حلقه صلاه اجي وندرس مع بعض في اخر نصلي. يعني هو بيريح نفسه من حلقه الصلاه انه بيجي لي، على اعتبار احنا هنتكلم طبعا كلام كتابي وخلاص. فده هروب من دعوه الهيه. هو قال لي انا هارب من ربنا، الحلقه هتاخد وقت كتير وبتاع، وانا يعني انا عارف ربنا عايزني اروح هناك لكن ما روحتش. فالفكره في التقوى الحساسيه الروحيه ان انا انفذ مشيئه الله، طبعا ممكن تكون ضد ارادتي خالص، لكن انفذ مشيئه الله لان هذه اراده الله، الله يريد مني ان افعل هذا. فموضوع مهم جدا، سامحوني يعني. الابن قاله للاب، قال ايه؟ لتكن لا ارادتي بل ارادتك، عن الصليب، مش عشان زهق ولا بتاع، عن الصليب. وذهب الى الصليب وهو فرح لان يتمم مشيئه الله. التقوى اهم شيء في الحياه، التقوى في مفهومها العميق جدا ان نتشبه بالسيد، نقترب الى السيد، نتعبد للسيد، ملناش غيره في حياتنا. من احب ابا او اما او اخا او اختا او اي اكثر مني ما يستهلنيش، مش فاهمني انا مين. انا هو الله الذي يعطي الشبع، انا هو الله الذي يبارك الانسان، انا هو الله الذي يرفع الانسان. اعلموا ان الرب قد ميز تقيه. كل يوم يفرق في حياه التقي، وكل يوم محلك سر للانسان يتقيش ربنا او ينزل تحت كمان. لذلك ينبغي ان حياتنا تكون في الارتفاع، مكتوب كده، لا في الانخفاض. لازم ترتفع ثم ترتفع ثم ترتفع. تقدسوا، أصنع بكم غدا، مش النهاردة يعني، لما تأكد تقدس صح، أصنع بكم غدا عجائب. وحصل الأمر في أيام يشوع أنه العجائب وصلت أن 31 ملك هزمهم. خبر أبيض، إيه ده؟ أيوة، 31 ملك بالسيوف؟ لا، يقول الكتاب كده، يقول بالبرد من السماء، ربنا ضربهم بتلج نازل ماتوا. إيه ده؟ هذا هو الله. حينما نتقدس الرب يبيد كل موانع التقوى في حياتنا ويدخلنا إلى حالة تكريسية لذيذة جميلة. ويشيل بقى الكلام اللي قالناه هنا، نيرة ثقل الشيطان ده يتشال، والعصا بتاعت الكتف، وقضيب المسخر، كل ده زي يوم مديان فجأة ننتصر، لأنهم قتلوا بعض، الأعداء سابونا وقتلوا بعض. إنما الرب معانا وهو يهدينا في طريق السلام، في طريق البر. ايه رايكم في دانيال؟ دانيال في اخر اصحاحات عنده في سفره ما فيهاش ولا حدث خالص تقريبا، فيها ايه؟ فيها رؤى. وقاعد بيشوف جبرائيل، وقاعد يتملى كلام، وقاعد واحد يجي له، ايها الرجل المحبوب، كله من السماء، شغال سماء مع ارض، سماء مع ارض، سماء مع ارض، لغايه لما ربنا اداله تقريبا اغلب احداث النهايه اللي احنا ما نفهمش حاجه لغايه دلوقتي، ولا هو فاهم وما فهمش برضه، واحنا مش فاهمين احداث بالتاريخ بالمدد مديها لدانيال. ليه؟ لانه جعل في قلبه ان لا يتنكس، جعل في قلبه ان لا يتنجس. يا بخت زمايلك يا دانيال، ويا بخت تلاميذ المسيح، وبختنا إن اتقينا الله وحفظنا وصاياه. نرى عجبا في حياتنا، وألذ حاجة في العجب ده محبة الله التي تنسكب، انسكبت وتنسكب
في قلوبنا بالروح القدس لنعيش كلنا في سلام الله الذي يفوق كل عقل وفي الثمر الروحي المتكاثر لمجد إلهنا القدوس ولإلهنا كل المجد إلى الأبد. آمين آمين آمين. مجد للرب. تفضل يا وديان.